عسلامة 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 مرحبا عايشك استنى من زيارة عايشك أول حاجة الساعة أحسن حاجة دخلتي لنا بضحكة إيه هاي تبسيمة ميلة سرور البهجة والغبطة والسرور أحسن حاجة في الحياة إن شاء الله ربي يعطيكم واقع ما خير آمين عايشك إن شاء الله ربي يفرحكم تقرأ تقرأ نقرأ فانا سنة برمي معدة شنية الأمور القراية 15 صلي عني بي 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 صحيت صحيت انت منين جيتنا؟ من زغوان بليد زغوان واندراك النسري عندكم النسري ميلا كعك الورقة كعك الورقة عندكم في العائلة شكون يعمل كعك الورقة النسري؟ عندي مامتي يرحمها كانت تعمل كعك الورقة الله يرحمها تقريبا في كل عائلة في زغوان تقريبا كيقولوا العائلة العرش الكبير ثم شكون اختصاص كعك النسري بسم الله ما شاء الله زيد شهينا زيد جو به مثلت قبل عملت مسرح عمل. انا نعمل مسرح في دار الثقافه تاثير سي احمد بشير شرف مهمه برشا دار الثقافه زغوان راهي محلاها عملنا فيها برشا عروض فرقه مدينه تونس من احلى جمهور يجينا هاي به عندهم جمهور ممتاز حاضر سكتش ايه نبداو شو اسمك الساعه ايه ايه زغنت مرحبا هاي تفضل ايوه إيه يا وليدي غبت غبت وانت تلوج على حلمتك حلمتي البحر ما كلكش برك البحر ما كلكش انت برك بحرك لحلمتي انا طوى ما عادش امك يتم تلم ويتم تلبوه انا طوى امك يتم تكنتي وحلمتك وفرحتك وقت اللي جيتني وقلت لي أم أنا باش نحرق أم أنا باش نفرح سامحني وليدي في بالي باش تخلط على بكري سامحني ما في باليش الموجة باش تغلب أحلامك عطيتك ذهب وعطيتك ما عندي في بالي باش نفرح انا في بالي باش تفرح هما قالوا لي باش تفرح كذبوا علي كيما كذبوا على غيري سامحني وليدي انا غلط ما منعتكش سامحني برافو محليك محليك نصك انت ناسي وعاوني في ستاه سلم على الاستاذ نتاعك عايش ويعطيك الصحه عايش قداش عمرك 15 عام اعزائي المشاهدين وتقدم مقطع من مسرحيه يحكي على الحرقة كنا نتمناه تعمل لنا مقطع من مسرحية لرومي وجولييت قصة حب أو تعمل لنا سندريلا حالمة إليس في بلاد العجائب هاتي الفتاة التونسية 15 سنة اليوم تجي تعمل لنا مقطع من مسرحية وجيها تاع الموج كيفاش كلال أحلام ما تنجمش تقول لها فيش تقول هذا هو الوضع الناس مش عمرك هذا وقعنا وهذا للأسف مستقبلنا كان ما نلقاوش حلول كان ما نلقاوش حلول وتحكي في حاجة واقعة وجيعة حصتها التوانسة الكل وأديتها بامتياز محليك في الأداء متاعك ياسر ممتازة اختارت أنا تعمل لقطة تراجيك أي الله يرحم وليداتنا الكل اللي توفاوا في البحر إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم وبارك الله فيك أنت على الوعي هذايا والاختيار لأنه زاد المسرح هو الآن وهنا معناتها يلزمني نحكي موضوع الساعة موضوع الساعة للأسف هو هذا هو هذا يعطيك الصحة يا آية أي 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 تستحقها عن جد أي مبروك هلا زغوان مبروك يا آية يعطيك الصحة المرة الجاية إن شاء الله نشوفوك باش نتقابلوا موضوع اخر ان شاء الله يكون موضوع كوميدي موضوع فيه برشا فرحه ان شاء الله نحبك برشا عايشك 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 باي باي
محلاها. نفرحوا كي نشوفوا هكايا بنيات هكا وليدات هكايا والله. التناول للموضوع كان على درجة عالية من الموضوعية. لما عطت الذهب مساهمة، الدولة هي المساهمة الأكبر، سيستم والولايات